هذا هما مكونات الوجبه اللي نديرها مع الحوت. هذه الخضره، هذا الحوت، هاي طماط البطه، هذا الزيت دلوير، وهذا بصام اليابس، وهذا لاج، وهذا بصيد مالي، وهذا قنات، وهذا دريم، وهذا نتتو يوكل الملح طبعا. ولكن نعطي لكم طريقه لعدل فيه. هذا مارو الحوت من ذهب طاب، وهذا الحوت من طاب، وهذه الخضره، هذه الحوت كيلو بربعين، والخضره تتراوح اسعارها ما بين 200 و 250، ومارو كيلو ب 350. ونين عود جاهز، عود حضر يطرح منه تقريبا مديت هذا الكدو، ودير عليه شي من هذا الحوت والخضره، عود بلاطو ب 400 وقيله.